النهارده كمان المنتخب الاولمبي هيواجه الاردن وديا. النهارده كمان منتخب مصر الاولمبي هيلعب مباراه مهمه الساعه 9 مساء على استاد المقاولون العرب. منتخب مصر الاولمبي بيستعد للاولمبياد باريس 2024 مع مدربه البرازيلي ميكالي، وبصراحه عامل مجهود كبير وعامل مجهود عظيم، واللعيبه كمان وتحت اشراف كابتن محمد بركات عضو مجلس اداره اتحاد الكوره. يعني عاوزين كمان نوجه التحيه لميكالي على اهتمامه بالمحترفين المصريين في الخارج زي عمر فايد وبلال مظهر، لانهم عناصر مميزه هتفيد منتخب مصر، وكمان العناصر المنضمه من النادي الاهلي وجميع اللاعبين. منتخب مصر الاولمبي كمان هيسافر اوزبكستان علشان يلعب ماتش ودي مع اوزبكستان بعد ما ينتهي من مباراه الاردن النهارده. الحقيقه ضروري ان احنا برضو في الاولمبيات المنتخب الاولمبي ما يبقاش رايح تمثيل مشرف. وميكالي راجل خد اولمبيات قبل كده مع البرازيل، وراجل يجيد ان هو يدير فنيا المنتخبات الاولمبيه، بيعرف يتعامل مع الفئه العمريه دي، وعنده سي في قوي في حته الاولمبيات تحديدا. فنستغل الراجل ده ان احنا نعمل مش تمثيل مشرف بقى، لا نبقى حاطين هدف اعلى مع ان شاء الله الاولمبيات اللي جايه في باريس.